من جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك أن أردت دخولها واستحورت الأيذ القرآن. جنة والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، مرحبا بكم مع أسباب دخولها، مرحبا بكم في الدعوة إلى أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اليوم في عبادة جليلة وهي من أسباب دخول الجنة ومن موجبات الجنة، التجاوز عن المعسر. قد يوما من الأيام يأتيك مكروب مهموم يريد منك، وقد أقرضته أو داينته، يريد منك الإنذار أو يريد منك أن تنفس كربة، أن تقلل، أن تضع جزءا من الدين، أو أنه يريدك أن تتصدق عليه فتعطيه الذي في ذمته أن تبرئه. البعض منا يتمسك في الدنيا يقول أضيع مالي، هل أنا أحمق؟ أكسب المال بعرقي، ثم يأتي هذا وقد داينته وبايعته أو أقرضته قرضة حسنة، ثم بعد ذلك يريدني أن أتجاوز عنه. طيب، إذا قلنا لك أن التجاوز عن المعسر من موجبات الجنة بل من أسباب دخولها، لأن الله إذا رآك تكرم عباده أكرمك. في الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا كان يداين الناس، أي أنه كان يبيع ويشتري معهم، فلما أتى الملك ليقبض روحه قال له هل لك من عمل؟ أي عمل ترجو به الجنة؟ قال لا، من الذنوب بمكان، إذ أنه غرق في ذنوبه وما تذكر من حسنة واحدة. قال انظر، أي ابحث عن عمل آخر لعلك أن تجده. قال غير أني أبايع الناس وأتجاوز وأنظر موسرهم. لاحظ، الموسر الذي لديه مال لكن ليس النقد في يده الآن، النقد غائب، قد يقول له بعد شهر أو شهرين، هو غني لكنه ليس لديه المال الحال فينظره. أما المعسر قال فكنت أتجاوز عنه، الله أغناني فجعلك في طريقي فأعطيتك من مال الله، لا تستطيع الوفاء أنت في حل. قال في الحديث الذي رواه البخاري فأدخله الله الجنة. والله إن المحتاج هو صاحب المعروف عليك أيها الغني، إذا أتاك يطلب الإنذار هو راعي وصاحب المعروف. تدري لماذا؟ لأنك إن تجاوزت مخلصا محتسبا وجبت لك الجنة، لأن الله أولى بالعطاء والإكرام والتجاوز منك أنت، بل أنت لا تكرم الناس من مالك، المال ماله والعبد عبده، فإذا ابتلاك بالغنى فقد ابتلى بالفقر غيرك، ابتلى بالحاجة غيرك. فيا سعادة ذاك الذي يفرح بالفقير إذا أتاه وقد أقرضه فقال إني لا أستطيع الوفاء، قال اذهب فأنت في حل. وأن تصدقوا، قبل ذلك قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اقرأ، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تذكرت ذاك اليوم تجاوزت عن كل المعسرين، لربما لا يقودك إلى الجنة إلا إحسانك
للناس. اللهم اجعلنا من المتجاوزين عن عبادك وإلى موجب من موجبات الجنة فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد أيها المشتاقون إلى الجنة، أيها المشمرون إلى الجنة. قد يدخل الإنسان الجنة بعمل نحتقره في عيوننا، لكنه عند الله عظيم. من موجبات الجنة إماطة الأذى عن الطريق. أمر عجيب أن أزيل شيئا يؤذي المسلمين، يؤذيهم من طرقاتهم، فأرفع شوكة أو غصنا أو أبعد كفر أو أبعد حاوية الزبالة أكرمكم الله، أميط الأذى، أبعد شيئا سقط من سيارة، فيسبب ذلك دخولي للجنة. إي والله. تأمل، الحبيب يقول في الحديث الصحيح أنه رأى رجل يتقلب في الجنة، ينتقل بين أوديتها، ينغمس في أنهارها، يتقلب في نعيمها، في شجرة قطعها من الطريق، كان غصنها يؤذي الناس، كل من مر يحيد عنها إلا هو ما حاد، توقف ثم قطع هذا الغصن الذي كان في وسط الطريق، فسهل على السائرين في الطريق طريقهم، فشكر الله له هذا العمل فأدخله الجنة. كم غصن شوك، وكم غصن شجرة، وكم حاوية نفايات، وكم من حفرة، وكم من صخرة مررنا بها ما توقفنا لإزالتها. من موجبات الجنة إزالة هذا. بل في حديث، في رواية للحديث الأول وهي صحيحة، أن رجلا نزع من الطريق غصن شوك لم يعمل خيرا قط. تأملت؟ أي أن هذا الذي رفع الغصن من الأرض ما عمل خيرا، أي ليس من أهل الخير الكثير، ما كفل أيتاما، ما قام لربما الليل، ما وزع المصاحف، ما سقى الماء، ما أكثر الحج والعمرة وتابع بينهما، إنما قليل الخير، إنما هو يحمل في همه نفع المسلمين ودفع الأذى عنهم. فلما رأى غصن شوك نزل إلى الغصن فرفعه، فشكر الله له فأدخله الجنة. إي والله، والحديث صحيح. آه لساعات رحلت من أعمارنا كان بإمكاننا أن ندخل الجنة بعمل والله لا يثقل علينا، بل إن من شعب الإيمان إماطة الأذى. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك كان بعض السلف الصالح إذا عليهم رحمة الله إذا أراد أن يرفع الشوك عن الطريق قال لا إله إلا الله، فقالوا ما علاقة إماطة الأذى عن قولك أو من قولك لا إله إلا الله؟ قال أريد أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. ولا تنسون أيضا من موجبات الجنة ومن أسباب دخولها إطعام وسقاية البهائم. ذاك الذي رأى كلبا والحديث صحيح يلهث من العطش يأكل الثرى، فأخذ خفه فغرف له غرفة فسقاه من الماء فشكر الله له. هذه الرحمة التي في قلبه أوجبت له الجنة. فكم من يوم مر بنا ومواقف مرت بنا كنا سندخل الجنة بعمل لا يكلفنا. فشمروا يا أهل الجنة إلى الجنة، ولا تحقروا من المعروف شيئا، ابذل الخير لعل ذلك هو الذي يقودك إلى أعالي الجنان. أدخلكم الله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. يا طالب الجنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك أن أردت دخولها واستحورت الآية ذا القرآن.
والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران.